كيف يحترموا فينا ويقدرونا وبزاف صوالح. هذه هي اللي ما علاش قلت لك الناس راه تحوس تهرب البلاد. الناس برشا تحوس تقعد في البلاد، تحوس تهرب. نبغيو بلادنا وتحيا بلادنا، بصح خويا ما عطاتناش، ما عاونوناش. والمال لو كان جينا كاع الجميع، قانون فوق الجميع، جينا كاع كيف كيف، ما تغيضكش بلادي ونصبر عليها باش ما كان خويا. ورانا كاع كيف كيف، بصح ماشي واحد خير من واحد. ولاني غلط خويا، ماشي واحد خير من واحد. ولا رياليتي كاع لي زالجيريان يعرفوها، وانا نعرف وانت تعرف، و اكس و ايغراك يعرفوا كاع. لا كي تعطي الراي تاعك هكاك خير، هكاك الشعب الجزائري يسمعك ويشوف. و جيسبر كاين بعض من الناس اللي راهم غالطين بزاف يفهموا خويا، جيسبر يفهموا. ان شاء الله روح يهضر معاكم. اعطي الراي تاعك جيسبر، جيسبر غير يفهمونا خويا. كاين بعض من الناس جيسبر غير يفهموا. دروك كاين دي جون والله يا رشيد خويا ما فاهمين والو، ما فهمي والو، غالطين 100%. هادوك الناس خصهم يفهموا يكونوا واعيين، باسكو لي زاجينيا ما بغاوش يفهموا. كاين بالك 10% ولا لا، كاين 10% ولا 15% اللي راهم بصح ما تبقى ما كان والو. كيفاش نتفاهموا كاع ونتتحدوا؟ يكفل هذا ان شاء الله، ونبغيو بلادنا ونكونوا نبغيو بلادنا ونردوها خير من لي زونتربي خويا. ان شاء الله يلفو علينا، باسكو هكا ما ندير والو و جامي تافونسا و توجور نوليو مارشي. بارك الله فيك والحمد لله. فتنا دي مومون واعرين. دي تيسير الشريه السوداء والله شي اللي كانت في طيحانيشه، كانت في الهوده في البيت وتصوفات، والحمد لله ربي ينعم علينا. ورانا غايه ما عندناش زعما بزاف صوالح، مشاكل خفاف علينا. بصح خويا قص القانون يكون علينا كاع. شوف كي تشوف المطار الشباب كيما هاك والله صافي بليزير، ما شاء الله. طب ما يمكن حوايج بلا سا مارش. لا الفول دي فاني المطار. المطار بار كيش نفهمك، المطار حق قطرام البوطه خويا. طيب صافي بليزير. هذو الجزائريين يخدموا هذا رشيد المطار. هذا المطار هذا قطره من البوطه. سمعتك فهمتني المعنى، فهمت وراها البوطه رشيد. وراها البوطه ومال القطره راه باينه خويا. هذه هي يعطيك الصحه. نشوفوا الفابريكا خونا. الو انت واش رايك انت بعض نتاع عندك يعني شركه هنا تخدم في مابيت ما شاء الله. انت المستقبل تاعك راك تشوفه هنا ولا بعيد؟ رانا نسافوا فيها تشوف دي فوا تخدم دي فوا تزود دي فوا تخدم بالك كاطمو ولا في العام. وي كاطمو في العام تمام. علاه شو المشكل؟ يعني ما كاش مشكل كاش تدي بوشي هنا ولا كيف الناس ما يشوفوش ولا لابورتاسيون غاليه؟ لا مشكل تاعنا لابورتاسيون. تاع امبورتي لا ماتيير برك ولا كلشي؟ لا لا ماتيير بريمير، لا ماتيير بريمير حنا نخدموا بها فاهمني. بصح المشكل كاين لابورتاسيون اللي راهم يدخلوها تاع الشينوا ولا شي. لا هذه اللي تقتل شويه، هي اللي كتلت فرعات كاع صحابي لي زارتيزون. مازالوا لي زارتيزون هنا في تلبسان؟ مازال كاين لي زارتيزون، كاين اللي عندهم لو سافوار فير ويعرفوا يخدموا. بصح نصهم نص تاع لي زيزيان راهم مبلعين ديكلاريان. علاش بوكو؟ خاطر حنا نخدموا بريمير ماتيير فاهمني. هما كي يجيبوا سلعه من لاشين يخدموها هي بالزبل، قاملهم رخيطه لاشين. يعني كي تبيع حاجه تبيعها غاليه على لاشين اللي الكاليتي ناقصه. حتى نخدموا بريمير ماتيير، كلشي نخدموا به بريمير فاهم. ما نخدموش حاجه بالكوير بالجبل وهادي، كلشي كوير كلشي جلد. الله يبارك. دونك يفو فافوريزي، يفو فافوريزي دونك لي زارتيزان الجيريان سورتو هنايا في بالان في تلمسان. عندكم من بكري عندكم ليكسبيريونس وعندكم عندكم دي فري زارتيزان ما شاء الله. واه كيما قال شي في اسبانيا، كيما قال شي في اسبانيا حد عليكم. بصح هما البروبليم تاعهم فرحهم تاع لابورتاسيون سلعه على شين. بصح على الدوله ما تعاونكمش، على الدوله الدوله على ما تعاونش هذو لي زارتيزان اللي يخدموا هنا في البلاد وباه يعني باه شويه نقصوا شويه لي زامبورتاسيون من لاشين. كونترار لي زامبو هاي طيحوا علينا لي زامبو ليكسبيسيون ترافاي فاهم، يدير لكم مشاكل. ديك والله المشاكل هاي جبر خير. هاكم تسموها شعب جزائري، ما بو واحد يبغي يخدم في البلاد يديروا له صعوبات هنا. وخونا انت يا كيراك تشوف المستقبل تاعك هنا في البلاد؟ رشيد انا موظف الله يخليك شركه صنع غاز. عندي بزاف الدين صنع الغاز على بالك. لا صافي صافي عندي بزاف الدين بزاف على بالك بزاف وبروبلام. اسمح لي خويا صباح بخير. الحمد لله الله يهديك خويا والله بارك الله فيك. صافي بليزير خويا والله لي زالجيريان ما شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله خويا والله يعطيك الصحة. الحمد لله رانا مطار الشباب ما شاء الله هنايا والله فريمون صافي بليزير. والله تخي بيان الله يهنيك. والله مرحبا بك خويا صافي بليزير. عاودي تحية للجان. يعطيك الصحة. وي.
عيط عليها ديك الساعه ان شاء الله. دونك تي باغون في سنارغاز هذا نسمعوا باللي سنارغاز عندها بزاف لي ديت صح يعطيك الصحه. يعني الشركه ما شاء الله بصح فسدوها من الدخل مش عارف كنت تهضر ولا لا مي مشكل كبير في سنارغاز اليوم كيما شفنا كراف كراف بزاف ما عرفناش حنا رانا لي زولو تاعهم ما عرفناش راه صار جو كرو كاين 20 يا 15 مليار دو ديت 15 مليار عندك هذه مينيمم ما بغيتش نكبرها باسكو شرينا بزاف لي توربين دو غاز من الخارج notamment des américains راه هي في ازمه ماليه كبيره سنارغاز ونخدم على سنارغاز هنا في تلمسان هنا في تلمسان سيرفيس غاز اون بليس الغاز ما شاء الله كم سمعوا ولا لا بلاد الغازيه خلي خايفوا تقدروا يهرد هذه الشركه هذه يهرد سوناتراك ويهرد سنارغاز معاها ما توجور انا في الجزائر تفائلوا بالخير ديما باش لازم عليك راك فاهم لازم هكذا ولا كذا احنا توجور نتمناو الخير ونتمناو هاد المسائل هادو نسقدو رواحهم شويه صافي بغاوش ما بغاوش دروك ما بغاوش يهديهم ربي هاد كذا صح واحد عنده 80 سنه وباغي يحكم البلاد كيما ولد عباس هذا الحل كيف الحل الحل الشباب الشباب بصح كيف احنا الشباب راه عندنا نقابه مستقله راه بارتو او نيفو ناسيون صح كذب عليك اسكر عطيوها حقها ما يعطيوهاش بيه. شوف هذو الناس هذو الشباب راشدات خطره راه رايح الشباب صح لا رايح سوريا على سي كريم على صح ماشي روسيا فلادي فوستوك على بالك برد هذيك المنطقه هذيك جايه حتى اليابان ايه فايت فايت هي ويمين ويمين واه حدود مع اليابان وي وعلى بالكم باللي بارده بزاف موان 40 موان 40 شتا تاعها قاصح بزاف يعني كيف رانا في البلاد الرحمه هنايا بغيتو تروحوا موان 40 في فلادي فوستوك اه والله غادي نحكوا على لي جان هكا اللي ما يقدروش يروحوا ولا فاهم عندهم لافونتاج يروحوا لروسيا خير ما يروحوا لتونس يقعدوا البلاد خير ويسكنوا بلادهم وهذو هذو الناس راهم يسرقوا يقولوا ما نعلو بلي شويه ان شاء الله يهديهم ربي ويخلوا الشباب هما يتكلفوا بالجزائر كيف البلاد فيها الخير والشباب بغا يروحوا روسيا فلادي فوستوك ولا مش عارف وين انا ما فهمتش انايا شوف هذو الناس اللي عندهم فوق 80 سنه يهديهم ربي ان شاء الله يروحوا العمره ويروحوا يروحوا يحجوا ان شاء الله ويخلوا الشباب اللي عندهم كفاءات اللي يبغوا البلاد ويبغوا يسكنوا البلاد هذا هو الحل انا بالنسبه لي هذا هو الحل فوالا انا انسان جاسوس كيما تقدور اللي خدع الجيش في 2007 اللي خدع الرئيس بوتفليقه واللي خدع 40 مليون جزائري باه يكون رئيس سوناتراك هذه مستحيل هذه ما نقبلوهاش كيف هذه الشركه سوناتراك توكل 40 مليون جزائري ويديروه الرئيس هذه الشركه هذه اللي سمح لها بل في العالم كامل هذه ما صراش هذه ما صراش فوالا هذه هي ما نقبلوهاش ان توكا نتمنى لكم ان شاء الله الخير النجاح وقعدوا معايا هنا في البلاد باسكو لوكال لازم الشباب تقعد معنا في البلاد انا غادي نبارك لكم جاي نتلاقاو تما مرحبا بك خويا ونرجعوا البلاد ونسقبوا بلادنا ان شاء الله وتحيه لبسال فوالا سي ديديكاس مرحبا بك الله يسلمكم ان شاء الله وصافي بليزير ميرسي بوكو يعطيكم الصحه نتمنى لك الخير ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه الله يسخر فيك فوالا وكوراج خويا تفاني تهلا لنا عبد القادر اه بيان شو تهلاو فيه ان شاء الله فوالا المستقبل ان شاء الله هنايا في البلاد اي صحيتو السلام عليكم يبارك فيكم صحيتو